السلام عليكم. أنا 16 جويلية 2022. هذه العمارة اللي راكم تشوفوا فيها، هذه العمارة فيها 40 وحدة سكنية، هذه نتاع التراكة. التراكة عندهم 800 وحدة سكنية، عندهم 760 وحدة سكنية. التراكة اللي راهي جاية لتحت، راهي لتحتها، وهذه 40 هذه راهم يكملوا فيها قدام المشروع نتاع الشناوة. الشناوة عطاهم قطعة أرض لأن المساحة ما كفاتهمش المساحة قدام 760، مساحة صغيرة. ثم الشناوة عطاوهم هذه القطعة تاع أرض وراهم يكملوا فيها. هذه التخصيص تاعها راح يكون إن شاء الله في نوفمبر. هذه مخصصة للقطة الخامسة، ولاية البليدة، اللي كان الاختيار تاعهم الأول بوعرض، لكن التسليم نتاعها راهو مرتبط بالتسليم نتاع 3000 وحدة سكنية إن شاء الله، لأن هذا الربعين هذه راهي جاية لاصقة مع الشناوة. بطبيعة الحال انت ما راحش تكون نتايا والرافعة فوق راسك. كما راكم تشوفوا المشروع نتاع الشناوة راهو يدور بوتيرة بطيئة جدا لعدة أسباب. السبب الأول هي كان كما على بالكم الكاب تاع تريسيتي اللي راهو يعيق أكثر من 200 وحدة سكنية، مشكلة تاع نقص العمال، مشكلة تاع أنبوب الماء، مشكلة العقار، كان قطعة أرض فيها اللي راهي في النزاع. كان وعدنا سيد الوالي ولاية البليدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير الوكالة، وعدونا باش تكون زيارة لهذا الموقع ويشوفوا المشاكل اللي فيه، لكن لحد الساعة هذه ما شفنا حتى تدخل، وهذا ماهوش في صالح المكتتبين، اللي خاصة التخصيص راح يكون في نوفمبر إن شاء الله. كما راكم تشوفوا هذه العمارة هذه اللي ربما الأرقام اللي راح نديروا التخصيص فيها احتمال كبير يكون من الأرقام 112 113، لكن كما قلت لكم المصير تاعكم راه مرتبط بالسلسلة في الوحدة السكنية. إن شاء الله راح تكون وقفة الأسبوع القادم، على الأقل نضغطوا على الوكالة، نضغطوا على الولاية باش يجوا يشوفوا هذا المشروع هذا. لأن على حسب واش راني نشوف هذا المشروع 3000 هدايا راح يكون المصير تاعو كيما المصير تاع سيدي سرحان، راح نستناو أعوام وأعوام. إذا اليوم ما وقفناش راكم راح نتسناو أعوام وأعوام واحدة أخرى. شوف ما كاش قاع حركة في الموقع.